السلام عليكم جميعا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم بيكون الجزء الأول من سلسلة تحويل ملفات الصور إلى ملفات تطريز. في البداية بنحاول نتعرف على واجهة البرنامج قبل ما نشتغل على الصورة. أما القسم الثاني وهو المعالجات اللي بتتم على الصورة حتى نحولها تطريز، ففي كثير من المعالجات اللي بتتم على الصورة ممكن نقسمها لقسمين. القسم الأول إنه بنحاول نغير حجمها أو نقلبها يمين أو يسار أو فوق أو تحت أو نختص جزء منها. بعد ما نخلص من حجم الصورة بنبتدي التعديل على الألوان. في الصور العادية ممكن عدد الألوان يوصل لأكثر من 200، فالمفروض نقلل العدد وما يزيد عن 7 ألوان على الأكثر. طبعا ممكن تكون الألوان أقل من 7 على حسب رغبتنا. يلا بينا نتعرف على واجهة البرنامج ونبتدي أول تصميم لينا. نفتح البرنامج من قائمة ابدأ، واضح انها بسيطة وايقونات شريط الادوات واضحة وسهلة العمل بها. بنقسم الايقونات الى ايقونات ادخال ومعالجة واخراج. اليوم بنشتغل على ادخال الصورة والعمل على معالجة حجم الصورة. نفتح الصورة من قائمة ابدأ، بنضغط على فتح الصورة open، او من قائمة مدراج بنفتح الصورة الموجودة في سطح المكتب. واضح انه حجم الصورة كبير جدا، بنضغط على ايقونة حجم الصورة بلاحظ انه حجمها كبير جدا، عبارة عن 9.02، ولازم يحصل تعديل في الحجم حتى تناسب الطارة. عادة كل مكنة لها طارة محددة، فبنستخدم لتغييرة أول شيء بنغير حجمها إلى 3، وبعدين بنحاول نقص الأجزاء الزائدة. نضغط على اوكي، نرجع نعدل الحجم مرة ثانية لانه صار اصغر، تقريبا صار 1 بوينت، فبنرجعه الى 3 مرة ثانية. نضغط على اوكي، بعد ما عملنا تعديل للحجم وقصينا الاطراف الزائدة في زرين ثانيين، زر بيعدلها بيقلبها من فوق من الأعلى للأسفل أو من اليمين لليسار، بنعدل اتجاهها ونقلبها لليمين. في الجزء الثاني إن شاء الله بنشرح الأيقونات لتعديل الألوان والأدوات المساعدة مثل الفرشة والقلم والألوان والمساحة. الآن بنحفظ الصورة في مكان محدد حتى نقدر نشتغل عليها في الجزء الثاني.
خلصنا في الجزء الأول تعديل حجم الصورة. في الجزء الثاني إن شاء الله هنبتدي نعدل بألوان الصورة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وانتظروا الأجزاء القادمة من سلسلة تعلم التطريز باستخدام برنامج سوارت.